بسم الله الرحمن الرحيم. إن شاء الله هنتكلم دلوقتي عن الجامعة الحديثة أو جامعة مودرن، اللي هي الجامعة الحديثة للتكنولوجيا والمعلومات، مشهورة بجامعة MTI. الجامعة تأسست سنة 2004، جامعة مستواها التعليمي كويس جدا، والطلبة اللي فيها يعني بيشكروا من يعني النظام اللي في الجامعة، فيعني جامعة كويسة جدا. نتكلم عن الجامعة شوية. الجامعة فيها 8 كليات، هم كلية الحاسبات والمعلومات، وكلية الإدارة، وكلية الهندسة، وكلية الإعلام، وكلية الصيدلة، وكلية التمريض، وكلية طب الأسنان، وكلية العلاج الطبيعي. لو هنتكلم كده عن الأسعار الخاصة بالكليات، عندنا كلية مثلا زي كلية الحاسبات والمعلومات المصاريف بتاعتها 25,000 جنيه سنويا. عندنا كلية زي كلية الهندسة المصاريف بتاعتها 32,000 جنيه مصري، زائد 2000 جنيه دول هتدفعهم سنويا مقابل تدريب صيفي سنوي، يعني 34,000 جنيه في السنة. عندنا بعد كده كلية الإعلام. كلية الإعلام المصاريف بتاعتها 30,000 جنيه مصري. عندنا كلية مثلا زي كلية الإدارة بتدفع 30,000 جنيه مصري برضو زي كلية الإعلام. عندنا كلية زي كلية الصيدلة بتدفع 46,000 جنيه سنويا، زائد 3,000 جنيه مصري دول هيندفعوا مرة واحدة بس مقابل استخدامك للأجهزة الموجودة في المعامل ومقابل التدريب الصيفي. عندنا كلية زي كلية طب الأسنان المصاريف بتاعتها 50,000 جنيه، زائد 4,000 جنيه مصري دول هيندفعوا مرة واحدة فقط مقابل استخدام الأجهزة والتدريب العملي طوال فترة الدراسة. كلية التمريض المصاريف بتاعتها 20,000 جنيه، زائد 2000 جنيه دي تدفع مرة واحدة مقابل برضو استخدام الأجهزة في المعامل والتدريب طوال فترة الدراسة. عندنا الكلية الأخيرة كلية العلاج الطبيعي المصاريف بتاعتها 38,000 جنيه، زائد 4,000 جنيه مصري مقابل استخدام الأجهزة والتدريب العملي طوال فترة الدراسة. لو حابين نتواصل من على الجامعة، يعني نتواصل مع الجامعة كده ومواعيد التقديم والمعلومات عنها من كونتاكت أصل ديت نقدر نعرف. ننتظر نحمل. أي فتحت أيت معلومات عن الجامعة. ده بالنسبة كده للعنوان بتاع الجامعة. العنوان هو الهضبة الوسطى في المقطم في القاهرة، ومواعيد العمل من 9 صباحا لحد الساعة 4 عصرا. ده موقع الجامعة وهسيبه لكم في الديسكريبشن أسفل الفيديو. وبالنسبة للهوت لاين اللي تقدر تكلمهم وتتصل بالجامعة عشان تعرف يعني الأخبار أو تعرف مواعيد التقديم أو كده، فالرقم بتاعهم الهوت لاين هو 19-041. دي كده كانت المعلومات اللي معانا بالنسبة للجامعة الحديثة، جامعة الـ MTI. ما تنسوش تشتركوا في القناة وتضغطوا على سبسكرايب أو اشتراك الموجودة تحت الفيديو، وإلى اللقاء في فيديو آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.